كل ما كانش حاضر النعت المرة اللي فاتت هنراجع كده على النعت سريعة قبل ما نخش على التدريبات. باقي التدريبات بتاعته احنا قلنا النعت بيتفق مع اللي قبليه، يعني لو قبليه معرف معرفة يبقى هو معرفة، لو اللي قبليه نكرة يبقى هو نكرة، يبقى دي أول حاجة. الاتنين شبه بعض، يا يعني في الألف واللام معرفين، يا الاتنين من غير ألف ولام. لو ده مذكر يبقى زي مذكر، لو ده مؤنث يبقى زي مؤنث، يبقى كمان في التذكير والتأنيث زي بعض الاثنين. يبقى أول شرطين في النعت إن هو زي يبقى شبه اللي قبليه، لو ألف ولام يبقى ألف ولام، من غير ألف ولام يبقى من غير ألف ولام، يعني تعريف وتنكير. تاني شرط إن هو يبقى زي بعض مذكر أو مؤنث، يبقوا شبه بعض. كمان تالت شرط لو يكونوا زي بعض المفرد أو مثنى أو جمع، في التأنيث أو الإفراد أو الجمع يبقوا شبه بعض، يعني لو الكلمة كانت جمع الكلمة النعت اللي بعدها يبقى جمع، لو كلمة مثنى تبقى زيها مثنى، لو مفرد يبقى مفرد. الشرط التاني، الشرط الرابع انه الاثنين يبقوا زي بعض، يا مرفوعين يا منصوبين يا مجرورين، يبقى علامة الرفع الاثنين يبقوا ايه؟ مرفوعين او منصوبين او مجرورين زي بعض. طب تعالى كده ناخد مثال عشان نعرف. لما اقول مثلا جاء الطالب الناجح، جاء فعل، فعل ماضي مبني على الفتحة، مين اللي جاء؟ الطالب، الطالب فعل مرفوع علامة رفعه الضمة. جاء الطالب الناجح، انا وصفت الطالب انه ايه؟ ناجح. طب الصفة دي اعربها ايه؟ اعربها نعت، يبقى الصفة عندي تعرب ايه؟ تعرب نعت. طب تعالى اتاكد هو نعت ولا مش نعت، الطالب اوله الف ولام، الناجح اوله الف ولام، يبقى اول شرط اتحقق. الطالب مفرد والناجح مفرد، يبقى الاول شرط، الثاني شرط اتحقق، الاثنين مفردين. الطالب مذكر والناجح مذكر، الاثنين زي بعض مذكرين. ثالث شرط الطالب مرفوع والناجح يبقى زي مرفوع، يبقى الشرط الرابع اتحقق، يبقى كده ده نعت، يبقى الناجح اتبع المنعوت اللي هو الفاعل اللي هو كلمه الطالب في كل حاجه، في الاربع حاجات، انه كان زي المعرفه الف ولام، زي مفرد زي مذكر وزي مرفوع، وكمان كان مرفوع بعلامة الرفع الضم. طيب تعالى نشوف اللي بعديها، أكرمت الطالب الناجح، أكرم فعل ماضي، التاء فاعل، الطالب مفعول به منصوب بالفتح، الناجح أكرمت طالب ماله الناجح، وصفته بأنه الطالب برضو إيه؟ ناجح، يبقى صفته الناجح، يبقى الصفة دي نعت. النعت اتبع المنعوت اللي هو مفعول به زيه في الألف واللام وفي النصب، وانه مذكر وانه مفرد، يبقى تبع في كل حاجه. يبقى احنا مره شفناه هو مرفوع اتبع اللي قبليه وبقى كان مرفوع، شفناه مره هو منصوب، تعال نشوف هو مجرور، اثبته على الطالب الناجح، اثبت اثنيته، معلش اثنيته على الطالب الناجح، اثنيته، اثنى فعل ماضي، والتاء فاعل ضمير مبني في محل رفع فاعل، على حرف جر، والطالب اسم مجرور علامه جره الكسره، والناجح نعت مجرور علامة جره الكسر. طب ليه نعت؟ عشان زي قبليه برضه في كل حاجة، ألف ولام ومذكر ومفرد، والشرط الرابع إن هما الاتنين يكونوا مجرورين أو مرفوعين أو مجرورين زي بعض أو منصوبين. يبقى ده النعت. لغاية دلوقتي في حاجة صعبة يا شباب؟ يبقى أنا عرفت النعت بصفة عامة إن هو بيتبع اللي قبليه المنعوت. طيب النعت ده بسميه ليه انواع، نعت مفرد ونعت جمله ونعت شبه جمله. الناجح انا لغايه دلوقتي شفت النجح ده كلمه واحده، يبقى ده سميه نعت مفرد عشان جه كلمه واحده. الطالب المهذب متفوق، الطالب مبتدا، الطالب ماله المهذب، وصفته بانه مهذب، يبقى المهذب ده ايه؟ نعت. حقق الاربع شروط او اتحقق الاربع شروط، اوله الف ولام، مذكر زيه، مرفوع، ومفرد، الاثنين مفرد، طالب والمهذب مفرد، يبقى بتحقق الاربع شروط، يبقى المهذب ده على طول نعت، وطبعا متفوق هي الخبر، طالب المهذب متفوق. طيب ده كده الاربع شروط بتاعت النعت لما يكون مفرد. طيب مفرد يعني من كلمه واحده، طب انا عندي نعت ايه تاني؟ نعت جمله ونعت شبه جمله، زي كده الخبر الجمله والخبر الشبه جمله بالظبط. انا عندي نعت جمله، يبقى في جمله اسميه وجمله فعليه. الجمله الاسميه زي ما نقول مثلا ايه؟ طالبه سلوكها رائع، يبقى انا وصفت الطالبه بان ايه؟ سلوكها رائع. طب دي كده صفه، يبقى الصفه دي نعت. طب تعالى كده نعرف اعراب عادي، اقول الطالبه مبتدا مرفوع علامه رفعه الضمه، سلوكها مبتدا ثاني، رائعه خبر المبتدا الثاني، وسلوكها رائعه جمله اسميه في محل ايه؟ في محل رفع، في محل رفع النعت. طب ليه قلت في محل رفع ما قلتش نصب او جر؟ عشان طالبه قبليها ايه؟ هنا اهي مبتدا مرفوع، وقلنا النعت بيبقى زيه، يبقى هنقول النعت هنا جمله اسميه في محل رفع النعت. طب نشوف الجمله الفعليه اللي تحتيها، الرجل يحترمه الناس، رجل مبتدأ، يحترم فعل، مين اللي بيحترمه؟ الناس فاعل. طب الجملة هنا الرجل ماله؟ يحترمه الناس، وصفته بأن الناس بتحترمه،
يبقى هو النعت جملة فعلية، يبقى الجملة الفعلية نعت في محل رفع، برضه رفع ليه؟ لأن الرجل هنا إيه؟ مرفوعة، يبقى يتبعوا زيها مرفوعة، يقول نعت جملة فعلية في محل رفع نعت. طيب ده كده لو جملة، جملة اسمية، طب أعرف جملة اسمية من إيه؟ بشوف أول فيها هاء، ضمير الهاء سلوكها. الجملة الفعلية بلاقيها بدأ بفعل، هو زي إيه؟ يحترمه. طيب الشبه جملة، شبه جملة إيه؟ إلا يكون ظرف زمان ومكان، إلا يكون جار ومجرور، يعني في حرف جر. يعني شاهدت هلالا بين السحاب، شاهد فعل والتاء فاعل، هلالا مفعول به، بين ظرف والسحاب مضاف اليه. طيب انا عندي فين النعت؟ انا شاهدته هلال فين؟ وصفت ان هو بين السحاب، يبقى بين هنا نعت، هقول ظرف مكان، يبقى جمله شبه جمله في محل نصب النعت. انا ليه قلت النصب ما قلتش رفع زي اللي فوق؟ لان هلالا كانت جاب ليها ايه؟ مفعول به، واحنا قلنا بيتبع اللي قبليه، لو اللي قبليه منصوب يبقى هو منصوب، يبقى هنا نقول النعت منصوب، لكن اللي فوق كان قبليها طالبة يعني مرفوع، فعشان كده قلنا في محل رفع النعت، لكن هنا نقول في محل نصب ايه؟ النعت، عشان اللي قبليها مفعول به. طيب اللي تحتيها زرت مريضا في المستشفى، زار فعل ماضي، التاء فاعل، مريضا مفعول به منصوب بالفتحة، في حرف جر، والمستشفى اسمه مجرور. زرت المريضة فين؟ في المستشفى، وصفت ان المريض كان فين؟ في المستشفى، يبقى في المستشفى هي دي ايه؟ النعت. هنقول ايه؟ شبه جمله جار ومجرور في محل نصب النعت. طب ليه قلنا نصب وما قلناش رفع او جر؟ لان شوف اللي قبليها مريضا، مريضا هنا ايه؟ مفعول به منصوب، يبقى النعت على طول يبقى في محل نصب. مش احنا قايلين النعت من اهم حاجه ان هو بيتبع اللي قبليه، لو اللي قبليه مرفوع يبقى هو زيه مرفوع، لو قبليه منصوب يبقى زيه منصوب، لو قبليه مجرور يبقى اللي هو كمان ايه؟ مجرور. ناخد امثله كده كمان تحت اهو، مثلا نجح الطالب المجتهد كفأت طالبتين مجتهدين، سلمت على طلاب مجتهدين، أكرمت الدولة الطالبات المجتهدات. نجح فعل، الطالب فاعل، نجح الطالب إيه؟ المجتهد، يبقى المجتهد أنا نعت مرفوع بالضمة، ليه مرفوع؟ عشان قبلها فاعل. كفأت طالبتين مجتهدتين، كفأ فاعل والتاء فاعل، طالبتين مفعول به منصوب بالياء، مجتهدتين الاتنين زي بعض من غير ألف ولام، الاتنين مثنى، الاتنين منصوبين، الاثنين مثنى ومؤنث قصدي، يبقى طالب مجتهدتين هتبقى ايه؟ نعت منصوب وعلامه نصبه الياء. ليه الياء؟ لانه تبع اللي قبل، ليه منصوب؟ لان تبع اللي قبليه في النصب. طيب اللي تحتيها سلمت على طلاب مجتهدين، سلم فاعل والتاء فاعل، على حرف جر، طلاب اسم مجرور بالكسره، مجتهدين، المجتهدين زي اللي قبليها ما فيهاش الف ولام، والاثنين جمع والاثنين مذكر، يبقى مجتهدين على طول هنقول ايه؟ نعت منصوب وعلامه، نعت قصدي مجرور وعلامه جره الياء. طب ليه ما قلناش القصه زي هنا؟ لان هنا طلاب كانت جمع تكثير، لكنها مجتهدين جمع مذكر ايه؟ سالم. يبقى علامه الجر او الرفع ممكن تختلف عادي، بس المهم ان هو بيبقى مجرور زيه او مرفوع زيه او منصوب زيه. طيب كرمت الدوله الطالبات المجتهدات، كرم فعل، الدوله فاعل، الطالبات مفعول به منصوب بالكسره، وطالبات والمجتهدات نعت منصوب وعلامه نصبه برضو ايه؟ الكسره. لقيت هنا في حاجة صعبة يا شباب؟ في حتة عايزين نعيدها تاني؟ لا يا مس، النعت الجملة كمان، الجملة الاسمية زي ما قلت، مثلا شاهدت طائرة ريشها رائعة، كفأت تلميذ أخلاقها مهذبة، هي جملة اسمية لأن فيها ضمير الهاء، ريشه رائع جميل، وأخلاقها مهذبة، فيها ضمير الهاء. طيب شاهد فعل والتاء فعل والطائر مفعول به، ريشه جميل، يبقى جملة اسمية في محل رفع ايه؟ إيه لا، في محل معلش نصب النعت، عشان اللي قبليها يا طائرة مفعول به، يبقى هي في محل نصب، جملة اسمية في محل نصب إيه النعت. طيب كافأت تلميذة أخلاقها مهذبة، كافأ فعل والتاء فعل، تلميذة مفعول به، يبقى برضو أخلاقها جميلة، أخلاقها مهذبة، جملة اسمية في محل نصب النعت، نصب عشان اللي قبليها مفعول به. طب دي لو جملة اسمية، تعالي نشوف لو جملة فعلية. حضر تلميذ يحبه زملائه، نجح في الامتحان طلاب يجتهدون، أعجبت بمجتمع يتقدم، حضر فعل، تلميذ فاعل، يحبه الناس، دي كده جملة فعلية في محل رفع نعت، ليه في محل رفع؟ عشان قبلها فاعل مرفوع. نجح في الامتحان طلاب يجتهدون، نجح فعل في حرف جر الامتحان، نجح فعل ولا في حرف جر، والامتحان اسم مجرور، مين اللي نجح؟ الطلاب، الطلاب هنا فاعل، يجتهدون هنقول هي اصلا لو العربه لوحدها يجتهدون فعل،
وبعد كده وبعد ما اقول ان هي فعل مرفوع بثبوت النون هقول ان هي كمان ايه الجمله الفعليه في محل ايه في محل رفع، عشان قبليها الطلاب مرفوع فعل مرفوع يبقى في محل رفع النعت. اعجبت بمجتمع يتقدم، اعجب فعل والتاء فاعل، الباء حرف جر والمجتمع اسم مجرور بالكسره يبقى تقدم فعل وعادي مضارع مرفوع علامه رفعه الضمه، والجمله الفعليه كلها في محل رفع اللي في لا جر عشان مجتمع اسم مجرور في محل جر في محل جر نعت. دي كده الجمله الاسميه والجمله الفعليه. شبه جمله، وقف عصفورا فوق الغصن وعرفت رجلا من الصالحين. وقف فعل ماضي، عصفور فاعل، فوقه ظرف والغصن مضاف اليه. طيب والجمله شبه جمله ظرف مكان تبقى في محل ايه؟ في محل رفع نعت عشان العصفور قبلها فاعل. عرفت رجلا من الصالحين، عرف فعل والتاء عرف فعل والتاء فاعل ورجلا مفعول به، ومن حرف جر والصالحين اسم مجرور. وشبه جمله جر ومجرور في محل ايه؟ في محل نصب نعت. ليه نصب؟ عشان قبلها رجلا مفعول به. طيب احنا كنا واقفين التدريبات كانت اخر حاجه ايه؟ ثانيه كده اشوف التقرير بتاع المره اللي فاتت. كنا واقفين لغاية 88 لغاية سين نبدأ من سين 6. في حاجة في الواجب القديم كان واقف قدامكم يا شباب؟ لا يا مس، حد واقف قدامه أي سؤال يا شباب؟ أخش خلاص على طول. في حد واقف قدامه أي سؤال؟ طيب كمل كده ماشي يا مس. نبدأ من رقم تقريبا 6. انا كمل، ايه تقريبا انا يا كمل. باسم الاول رقم ماشي. ايه اللي واقف قدامك يا مازن؟ ثانية واحدة بس احط اللاب على الشاحن عشان هيفصل. جيب لي السؤال يا مازن. لا فيش تاني، جيب لي السؤال يا مفيش. ميس. مفيش. بس نبدأ من سؤال 6. حد تاني فيه أي حاجة وقفت قدامه؟ هيا يا شباب، هيا واحدة بس أنا بوصل الشاحن. بس ممكن ليه تحول نعت المفرد إلى نعت جملة والنعت اللي السؤال ده رقم 3. رقم 3. خلاص تمام. تمام السكرين اتقفل. ثانية واحدة. رقم 3. حدد النعت في الجملة الآتية واعرب منعوته. حدد النعت يا مين سأل؟ مين اللي سأل على رقم 3 يا شباب؟ أنا شيرين يا مس. هي شيرين عايزة تحددي النعت لا رقم لا 3. قصدي رقم 5. لا رقم 5. سؤال رقم 5 سؤال في رقم رقم خمسة. 3. حول النعت المفرد إلى نعت جملة والنعت الجملة إلى نعت مفرد. طيب قرأت كتابا فكره واضح، هنا ده نعت إيه؟ ده نعت جملة جملة إيه؟ اسمية.
طيب انا عندي هو اللي بيحل حل ودي الجمله لايه؟ لمفرد، والمفرد لايه؟ لجمله. طب تعالي كده نحول المفرد لجمله. ماشي، نعمل عملية مقص. مقاس، برافو عليكي، يبقى قرأته كتابا. أي أنا بعرف أعمل عملية مقص، لكن بقى بتلخبط بقى، يعني هتبقى إزاي؟ قرأته كتابا، هو قال لي ايه؟ واضح، واضح ايوه الفكرة. واضحة فكرة. نعمل مقص بكل بصوت اهي. طيب تعالي كده نطلع النعت. قرأته كتابا، ماله؟ واضح واضح، يبقى انا وصفت الكتاب انه ايه؟ واضح، واضح يبقى كده طلعت النعت ايه؟ مفرد. مفرد. طب تعالي رقم اتنين، لغتنا العربية لغة أصواتها واضحة. نس هنا جملة ايه؟ هنا طبعا جملة اسمها الجملة برضه. زي ما هي، واضحة تبقى بالتنوين عشان تبقى زيها منصوبة. طيب لغتنا العربية لغة أصواتها واضحة، فين هنا النعت؟ أصواتها واضحة، عشان الجملة اسمية، عشان جملة معناها جملة اسمية، اسمية. عايزة أحولها. بعد نعمل مقص. نعمل مقص، لغتنا قولي العربية لغة واضحة الأصوات، واضحة الأصوات. لغتنا العربية لغة واضحة الأصوات. أو ممكن نخلي الأصوات دي إيه تاني، بس لو ينفع طيب نخلي حاجة تانية، إيه؟ ممكن الأصوات دي نعملها الهاء، نخلي واضحة فيها هاء. أصواتها، قصدي كده تبقى واضحة أصواتها، مش هتبقى لا إيه. لغتنا العربية باللغة العربية يعني بالنطق الصحيح هنقول إيه؟ لغتنا العربية لغة واضحة الأصوات، يعني نشيل خالص تمام الضمير الهاء. تمام طيب يبقى كده حولناها لإيه؟ لمفرد. فهمنا الفكرة؟ برضو اللي بعديها، تمنح الدولة الجوائز، يعني كده تمنح الدولة الجوائز التقديرية للمبدعين، فين هنا النعت؟ التقليدية تمنح المبدعين، التقليدية التقديرية للمبدعين، للمبدعين. تمنح الدولة الجوائز ايه؟ التقديرية للمبدعين، التقديرية. ماشي، انا عايزة بقى ايه؟ اخلينا هنا مفرد، انا عايزة اخليها ايه؟ تقديرية هنا مفرد، انا عايزة اخليها جملة، يلا جملة اسمية يلا جملة فعلية، على حسب ما اعرف اجيبها. التقديرية دي جاية ممكن ايه؟ من تقدر، يبقى اقول ايه؟ تمنح الدولة الجوائز تقدير. تقدير للمبدعين. برافو عليك، بتقدر المبدعين. تمام. رقم أربعة، عرفته صديقا مؤدب مؤديا عمله بإتقان، فين هنا النعت؟ مؤديا. مؤديا، هنا نعت إيه؟ مفرد. لا أنا مفرد. طب أنا عايزة أخليه نخليه إيه؟ نعت جملة، ممكن نخليه جملة فعلية أسهل. يبقى إيه؟ عرفته صديق، يؤدي عمله برافو عليكي، بإتقان. يؤدي عمله. طيب طبعا هيبقى برضو منصوب، بس هيبقى منصوب بالفتحة هنا. صديقا برضو منصوب، هيبقى الجملة الفعلية في محل ايه؟ في محل نصب، في محل نصب النعت، ويؤدي لوحديها عادي فعل، عادي فعل مرفوع بالضمة، والجملة كلها ايه؟ في محل نصب النعت. طيب تمام. أكلت طعاما مفيدا، النعت كلمة ايه؟ نعت كلمة مفيدة، طب ونعت مفرد احولها أكلت يبقى طعاما ايه؟ مفيدة. يبقى مفيد، أكلت طعاما فوائده كثيرة. ماشي، فوائده كثيره، كده جمله اسميه. لو عايزه جمله فعليه اقول ايه؟ يفيد، يبقى مره جمله يفيد. اسميه ومره جمله فعليه. طيب اللي بعديها، هذه لوحه لونها جميل، لا كده هو جملة عايزين نحول المفرد. يبقى نقول ايه؟ هذه لوحة جميلة اللون. جميلة لونها، ماشي، جميلة اللون، ماشي. رأيت طائر يغرد، يغرد دي كده جملة ايه؟ كده فعلية. جملة فعلية. ممكن نحط ميم ايوه كنت لسه يغرد. اقول لكم، ايوه اول ما نشوف جملة فعلية وعايزينها مفرد نشيل الياء ونحط ميم، عايزين العكس من مفرد نخليها جملة فعلية نحط ياء، يبقى نبدل دايما ما بين الفعلية والمفرد بحرف الميم. طب الجملة الاسمية، بعمل مقص، ولو هي الهاء. مثلا لو هي مفرد بعمل مقص واحط ضمير الهاء، يا الا اعمل مقص واشيل ضمير الايه؟ الهاء. تمام. طيب كده الفكره بتاعت سين خمسه فيها حاجه؟ لا تمام كده. ماشي. طيب نبدا من سين سته، يلا نبدا بالترتيب. يلا يا معاذ، يلا يا مازن.
تمام يا مازن مس. يلا. أجعل الخبر نعت مبتدأ في جملتين، ثم أتم جملتين بخبر من عنده. عايزين الخبر هنا نعتا للمبتدأ في الجملتين الآتيتين، ثم أتمم الجملتين بخبر من عنده. أنا عايزة أجيب الشمس ساطعة، ده مبتدأ وخبر. أنا عايزة أكون أجيب إن النعت يبقى في النص، يبقى كلمة الساطعة دي أخليها نعت وأجيب لها خبر، يبقى أقول إيه؟ الشمس ضوءها ساطع. لا أنا عايزة الساطعة تبقى هي النعت، يبقى أزود لها إيه في الأول؟ ألف ولام. احنا قلنا النعت بيتبع اللي قبليه، يبقى نزود لها ألف ولام، يبقى الشمس ساطعة، ونجيب خبر. أي خبر بقى يا مازن؟ الشمس ساطعته منيرة أو حاضر. الشمس ساطعة، الشمس الساطعة مثلا، ماشي. منيرة، مبهجة، جميلة، أي كلمة بقى نعت. مين اللي حاطط لي صورة قطة؟ كتير يا مس، ايه كتير كتير، حطيت كانت قط. او ما انتم مغيرين اسمائكم. اللي نطقت ولد كتير، حتى قطه بشعر، شعر اسود. أنا ايوه أيوة مين؟ رودي. رودي. ماشي يا رودي. هاي الورده فواحه الرائحه، اقول الورده ايه؟ هو عايز انا عايزه الفواحه دي الخبر، انا عايزه اخليها نعت، احط لها ايه؟ هي فواحة اللي هي خبر صح؟ تمام. عايزه احط اخليها نعت، احط لها ايه؟ الفواحة رائحتها الفواحه، برافو. الورده رائحتها الفواحه الرائحه. عايزين بقى احنا بقى المره دي الرائحه دي مضاف الي، عايزه بقى اجيب في الاخر خبر، اي كلمه خبر. الورده الفواحه الرائحه مثلا ايه؟ منعشة. منعشة. برافو عليك. بس ما ينفعش الوردة رائحتها فواحة. هي الجملة الجميلة تمام، بس هنا بيقول لي اعمل ايه؟ انا عايزك ان الخبر هنا اللي موجود تقلبه يبقى نعت تمام، وما تغيرش حاجة تاني في الجملة، تحط لي انت بس في الاخر خبر من عندك. فاحنا الفواحه مش هنقدر نلعب فيها، هنسيبها بس كلنا نعمله نزود لها الف ولام عشان نخليها من المبتدا تبقى نعت، ونحط تمام له اي خبر في الاخر احنا عايزينه يا مازن. تمام ماشي. اللي حاطط لي صوره قطه لابسه كاب، عاد ماشيين بقى كده بالاسامي. ريم، يلا يا ريم. أمس اجعل اسم الاشاره لغير الواحد في الجمله الاتيه وغير ما يلزم، يعني هو اسم الإشارة الواحد، أنا عايزاها تبقى لغير الواحد. هنا هذا ده شخص واحد، أنا عايزاه لغير الواحد. مثلا مثنى أو جمع، هقول إيه؟ مثلا هؤلاء ماشي هؤلاء. طب ما غيرت هؤلاء، ينفع أقول هؤلاء هو؟ لا يبقى هؤلاء إيه؟ هم هم؟ ينفع أقول العالم؟ لا العلماء العلماء. ينفع اقول مخلص؟ المخلصون المخلصون، برافو. الذين يخدمون الوطن الذين، الذين برافو، يخدمون الوطن يخدمون الوطن. يبقى حولنا الجملة كلها، قال لي غيري واحدة، لازم اغير معاها الجملة ايه كلها، مش الوطن بقى نقول ايه. هو بيقول يخدم وطنه، انا عايزة كتير، يبقى يخدموا ايه؟ أو وطنهم، أوطاني وطنهم مش بالدم. ممكن أوطاني أوطانهم. ايه؟ ممكن أوطاني اوطانيه، ما انا ازود لهم الف، انا مش عايزه ازود حاجه، هو زي ما هي وطنيه انا اجمعها بس من غير ما ازود حاجه من عندي، يبقى تمام وطنيهم. ضمير الهاء للمفرد، انا زودت هاء ميم للجمع. طب لو احنا قلنا مثلا هذان، يبقى هذان هما العلمان المخلصان اللذان يخدمان وطنهما، نزود لها الف، كل حاجه تبقى مزوده الف عشان تبقى مثنى، لو انا عملتها مثلا مثنى بدل جمع. تمام؟ تمام تمام. السؤال اللي بعديه، ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة الخاطئة. يلا يا شيرين. حضرت تمام المعلمة
الفضلة النعت طابق للمنعوت في الإفراد والتذكير، كان زي بعض في المفرد وإن هو مذكر أو مؤنث وهكذا. صح، حضرت المعلمة الفضلة. الفضلة. لا غلط، المفروض تبقى إيه؟ الفضيلة. الفضيلة أو الفاضلة. برافو عليك. طيب يلا يا نادين. خمسة رقم الفقر اتنين. الذي يدافعون عن جملة يدافعون عنه في محل النصب بخبر أمسى. صح. تعالي كده نعرف الجملة من أولها. أمسى فعل إيه؟ ناقص ناسف. أمسى للحق، الحق لام حرف جر، والحق إيه؟ اسم مجرور. أمسى للحق رجالا يدافعون عنه، ومين اللي أمسى؟ الرجال. يبقى إيه الرجال هنا؟ إيه اسم إيه؟ اسم أمسى. طب أمسى الرجال مالهم؟ يدافعون عنها. يدافعون عنها يبقى خبر إيه؟ خبر أمسى منصوب، يبقى في محل النصب، يبقى صح زي ما انت قلت. ان شاء الله. يلا ثاني. أمسى للحق رجال، أمسى الرجال للحق دافعون عنها. عندنا لا معلش، الخبر هنا بتاع أمسى للحق خبر مقدم، خبر شبه جملة، يبقى هنا تبقى غلط. مش تبقى خبر يدافعون عنها، يبقى دافعون فعل عادي بثبوت النون، وعنها فاعل ضمير حرف جر، والهاء فاعل ضمير في محل رفع فاعل. يا معلش الإجابة دي تبقى غلط، عشان هنا قدم لي للحق، المفروض أمسى رجالا للحق يدافعون عنها، وقدم لي الخبر، فخلينا أتلخبط وسبت الخبر بتاع أمسى، يبقى هنا خبر أمسى هو للحق، خبر شبه جملة. يلا يا ريموندا. رقم 3. الجنة تحت أقدام الأمهات. شبه الجملة الأخيرة. إيه غلط. إيه صح. ايه هي مش في محل رفع. ماشي، برافو عليك. يلا يا فاطمة. رقم 4. تمام. تمسك بمبادئ عظيمة، عظيمة ثمارها. النعت مفرد. أيوة صح، هي عظيمة، هي النعت صح. برافو عليك. يلا يا والله لعبتوني من كتر القطط اللي انتوا حاطينها دي. مين النوت القطة اللي بشعر أصفر؟ أنا يس عبد الرحمن. يس تفضل يا عبد الرحمن. المرأة عضو له دوره في المجتمع. النعت شبه جملة. ثانية. انا وصفت المرأة بان هي ايه؟ عضو. عضو. طب عضو ده ايه، مفرد ولا شبه جملة؟ مفهوم. يبقى صح ولا غلط؟ غلط. برافو. ماشي. رودي. رأيك اول واحدة صح وغلط؟ آخر واحدة. معلش، في رقم 9. صوب الخطأ في الجملة التالية. أسمع مؤذنا صوتها رائعة. رائعة فينا غلط. أسمع مؤذنا صوتها، لا آخر المؤذن بيقول صوتها.
ولكن نقول ايه؟ اقول ايه أسأل بدل ما صوتيها؟ اقول ايه؟ سوري. طب أسمع مؤذنا صوته رائع. رائعة، برافو عليكي. يبقى بدل صوتيها نقول صوتيها، برافو. يلا يا حلا، صح ولا؟ تألمت لتلميذ يشكو من صعوبة الامتحان، نوع النعت هنا ايه؟ تألمت لتلميذ يشكو من صعوبة الامتحان، هو التلميذ تألم ليه؟ بسبب ايه؟ تألمت لتلميذ ايه؟ صفته اللي هو ايه؟ الشكوى، يشكو. طب يشكو ده ايه؟ هنقول نعت ايه؟ مفرد ولا جملة اسمية ولا جملة فعلية يا حلا؟ سامعني كده؟ ايه؟ اه سامعاك. ولا فعلية؟ جملة فعلية، برافو عليك. جملة فعلية. برافو عليك يا حلا. يلا يا ريم، الله أنا سامعك. مش بس من كتر القطط، مين اللي اداكم فكرة القطط دي؟ يلا يا ريم، طب بدل مياو دي شيلوا مياو واكتبوا اسمائكم. طيب مش يبقى قطط وكمان اسم. يلا يا ريم، أبصرت طائرة يحلق في الجو. يحلق. يحلق ثواني. هي هنا حلق نعت، انا عايز اشوف اللي زي اللي زي اللي قبليها. اللي قبليها كان ايه؟ طائرة طائرة. كان منصوب ولا مرفوع ولا مجرور؟ مرفوع. أبصرت طائرا، أبصر فعل والتاء فاعل وطائرا مفعول به. يبقى ماشي. يحلك نصب مفعول به. مفعول به ازاي بس؟ ده انا وصفت ان هو بيحلق والصفة دي نعت، يبقى نصب ايه؟ نصب ايه يا ريم؟ المايك مقفول يا ريم. نص بنات. نصب نعت، برافو عليك. يلا يا نادين، قال تعالى في بيوت أذن الله أن نرفع ويذكر فيها اسمه. جملة النعت هي إيه؟ في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمها. في بيوت ربنا عمل إيه في البيوت؟ أمين الله إيه؟ أمين الله. أذن الله، يبقى دي هي النعت، برافو عليك يا نادين. يلا يا رموندا، تظل شعلة العلم تهدي العقول. جملة تهدي العقول في محل نصب ايه؟ خبر طبعا. خبر تظل، برافو عليك. ان هنا تظل اسمها، وشعلة العلم هنا الشعلة، هنا الاسم ظلة، والعلم هنا مضاف اليه، وتهدي العقول هنا خبر ايه؟ خبر ظلة. مش هيبقى بقى عشان احنا بناخد درس النعت يبقى على طول خبر نعت، لا لازم نعرف الجملة عشان نعرفها. برافو برافو يا روندا. يلا يا فاطمة، رقم 5 يا فاطمة. تمام. لي صديق أخلاقه كريمة. جملة أخلاقه كريمة في محل صديق رفع نعت. برافو عليكي، رفع النعت عشان صديق، لي صديق هنا مرفوعة، يبقى لازم هي كمان تبقى في محل رفع. يلا يا مازن، رقم 6. نعم يا مستر. رقم 6. أولياء علماء علماء، صنعوا الحضارة. الرابط في الجملة نعم. هؤلاء علماء صنعوا الحضارة. هنا الرابط كان ايه؟ ضمير مستتر ولا محذوف ولا واو الجماعة ولا هؤلاء؟ واو الجماعة مستر. واو الجماعة، صنعوا، برافو عليك. ايه يا مازن حاطط الدراجة؟ حط قطة، الناس كلها حاطة قطة. يلا يا شيرين، تمام يا مس. في المدرسة طلاب يجتهدون، وصفت الطلاب بأنهم بيجتهدون. ماشي، يبقى اجتهدون الطلاب ده نعت بيجتهدون، ايه؟ يبقى في شوفي محل بقى جر، اسمها، محل جر. برافو عليك، عشان اللي قبليها مضاف اليه. نرجع تاني للقطط.
أول حاجة رودي، يلا يا رودي. أيوس اللي هي عرب. رقم 8. تمام. هذه فتاة تساعد والدتها في أعمال المنزل. الربط في جملة النعت هذه فتاة تساعد. تساعد ايه؟ هي والدتها. بتساعد، هي اللي بتساعد هي. يبقى الضمير هنا كان ايه؟ الهاء ولا ضمير مستتر ولا محذوف ولا هذه؟ ضمير مستتر ضمير مستتر. تقديره هي. برافو عليكي، تقديره هي. يلا يا حلا. العدل شجرة ثمارها طيبة. جملة ثمارها طيبة في محل ايه؟ شوفي اللي قبليها. العدل الحلال. شجرة، الشجرة كانت ايه؟ رفع نعت. الحلال. برافو عليك، عشان اللي قبليها خبر. برافو عليك. يلا مو التانية كانت عبد الرحمن. يلا عبد الرحمن رقم 10. كن رجلا سيرته محمودة. كلمة محمودة تعرب. ثانية. كن رجلا ناتن. تعالى كده ناخد الجملة كلها. كن من كان وأخواتها. كن أنت، يبقى أنت الفعل. الاسم كان ضمير مستتر. رجلا خبر كان. طب سيرته، سيرة هنا مبتدأ. محمودا تبقى إيه؟ ناتن. سيرة مبتدأ، يبقى محمودا إيه؟ ماشي خلاص. ماشي ماشي خبر. لكن لو كان جه قال لي سيرته محمودة كلها، يبقى الجملة الاسمية في محل بقى إيه؟ نصب نعت. لكن هو قال لي على الكلمه اللي جواها بس، محمودا يعني سيرته مبتدا ومحمودا خبر، والنعت بقى الجمله كلها اللي هي الجمله الجمله الاسميه. واجي لخبطنا ماشي. بالحته دي. برافو عليك. يلا يا نادين، نقرا القطعه يا نادين رقم 11. كنا قديما نحصد القمح حصدا يدويا، وكان ذلك يستغرق زمنا مدته طويلة، ويبذل الفلاحون جهدا يحلو الحديث عنه في مجالس السمر ليلا، يحكي فيها كل منهم حكاية من واقع حياته البسيطة. برافو عليك. طب يا نازين، عايزين نعرف أول حاجة حصادا. حصدا هتبقى بص هي جاية من إيه؟ نحصد حصادا، مفعول مطلق مفعول مطلق منصوب وعلامة نصبه. بالفتحة. برافو عليك. طيب يلا يا ريموندا بأكبر العصا. زمنا زمن يستغرق زمنا. مفعول به منصوب علامة نصب الفتحة. برافو عليك. طب الفعل هو ايه؟ ضمير. طب الضمير المستتر ديره هو يستغرق هو. برافو عليك. يلا يا فاطمة، كلمة من واقع حياته. حياته من واقع، انا حددت من واقع ايه حياته؟ هتبقى مضاف إليه مجهول بالكسرة. برافو عليك. يلا يا مازن، استغرق المنعوت الوارد في القطعة واذكر أنواعه وبين الربط إن وجد. تعال نشوف النعت اللي في الجملة يا مازن. هتلاقيه في السطر ثانية. كنا قديما نحصد القمح حصدا يدويا، هتلاقيه في أول قطعة. فين هي النعت يا مازن؟ قصدا يا مس حظا هنا مفعول مطلق. النعت بقى هي كلمة ايه؟ يدويا يدويا. اتبع اللي قبليه في كل حاجة، كان زيه منصوب وكان زيه مفرد وكان زيه مذكر، يبقى يدويا هنا النعت. طيب النعت ايه، مفرد ولا جملة ولا شبه جملة يا مازن؟ هيبقى مش جملة. يدويا، يد واحدة كلمة تمام يا مس مفرد. مفرد. ماشي برافو عليك. يلا 20، استغرقي فعل مبنيا وبين نوعه. أنا مبنية. اهي في القطعة اللي بعديها هنا في فعل مبني هنا. يحلو.
يحلو فين يحلو؟ لا مش هتمسك. أنا عايزة فعل مبني. إيه؟ كنا كنا؟ لا مش كنا، أنا عايز فعل مبني. مش كنا دي كنا، فعل. فعل آه كنا ماشي، كنا فعل مبني، نوعه إيه؟ ماضي، هو نوع فعل ماضي مبني على الفتح. ماشي، مفرد ولا جملة اسمية ولا شبه جملة؟ لا مفرد. برافو عليك. طيب عايزين اسم معربا يا روزي، اسم معربا بعلامة فرعية. اسم معربا بعلامة فرعية. تمام. علامة فرعية هي زي الواو أو الألف أو الياء. الفلاحون الفلاحون معروف بعلامة فرعية اللي هي حرف إيه؟ الواو. الوقت. برافو عليك. طيب اسم مبنيا وبين نوعه. اسم، أنا عايزين المرة دي اسم مش فعل. يا حلا، يعني اسم إشارة، اسم موصول. حلا، حلا المايك يا حلا، حلا حلا تقريبا ما تعلق عندها. طب يلا يا عبد الرحمن. اسم مبني باين نوع، بس سؤالي اسم مبني يعني الا اسم اشارة يلا اسم ايه موصول. مس حلا عربي تبقى ايه؟ لا بقول حلا ردت حالة رد. يلا يا حالة تبقى ايه؟ طب يا حالة اسم مبني يلا اسم إشارة يلا اسم الاسم وموصول. من ذلك ذلك، برافو عليكي. ده اسم ايه، إشارة ولا اسم موصول؟ إشارة. إشارة، برافو عليكي. يلا يا عبد الرحمن، فعل معربا، خلي بالك قلت ايه، فعل معربا بعلامة مقدرة. مقدرة محصد، ايه يعني محصد علامة مقدرة؟ علامة مقدرة يبقى مش محطوطة عليه. مثلا انا، مثلا انا حاطة هنا ايه، قديما حط علامة الفتح، لا انا بكون مقدرة العلامة، انا اللي عارفاها من نفسي، هو مش حاطط الحركة، مش ظاهرها. محصد، ايه محصد، نحسب، ماشي. وايه تاني؟ انا كمان يستغرق، لا 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 لا، يبذل، مين يبذل؟ ماشي يبذل، برافو عليك. وعندنا يحلو، وعندنا يحكي، برافو. عندنا كذا واحدة علامة مقدرة طبعا اللي هي ايه، يحكي علامة مقدرة الضمة، برضو يحلو علامة مقدرة الضمة، هو مش كاتبها لي، ويبذل برضو علامة مقدرة الضمة. ايوه يلا يا ريم، رقم دين. لغتنا لغة لها مكانتها، نوع النعت في الجملة السابقة ايه؟ لغتنا لغة لها مكانتها. مفرد ولا جملة اسمية ولا جملة فعلية؟ ريم، ريم، ايه معلش يا مس، هو في سؤال استخرج، لما بيقول استخرج هنا بيكتب كل اللي موجود في الفقرة يعني ليه علاقة ولا لا بس ممكن، لا كان نطلع فيها حاجة واحدة؟ واحدة، لا نطلع حاجة واحدة. تمام. احنا عندنا استغرق هنا كانت كله حاجة حاجة واحدة. رقم ب كان فيه كتير، يقول لي استغرق اكتر من واحدة، احنا طلعنا واحدة نرجع تاني نطلع كذا واحدة، لكن هنا استغرق كان بيطلع نطلع حاجة واحدة بس. تمام. طيب يلا يا ريم، سامعيني يا ريم؟ طب يلا يا نادين، لغتنا لغة لها مكانتها، دي ايه النعت هنا، ايه مفرد، جملة اسمية، جملة فعلية؟ قمنا اسمي جملة اسمية، برافو عليك. طب تعالي كده نرجع لرقم ب، احنا كنا طلعنا النعت اللي هي يدويا، ده نعت مفرد. تعالى عايزين نطلع نعت تاني، ايه مثلا جملة اسمية وجملة فعلية وشبه جملة. عندنا مثلا يا فاطمة،
فاطمة. طلعي لي نعت جملة اسمية أو جملة فعلية يا فاطمة. تمام. الجملة الاسمية هتلاقي في السطر الأولاني. هي مدته طويلة، برافو عليكي، مدتها طويلة، دي جناعة جملة اسمية. بس المنعوت زمنا هنا صح؟ ايه وانا عايز المنعوت ولا المنعوت؟ النعت الكلمة اللي صح؟ قبليها عادي زمنا، عادي. انا دلوقتي تمام. عايزة زمنه اللي هي المنعوت، واطلع النعت اللي هي مدته طويلا، وجملة ايه؟ جملة اسمية. وانا يدويا طلعناها مفرد. طيب عايزين جملة فعلية يا ريموندا، هتلاقي في الصف الثاني. يبذل يحلو الفلاحون، الحديث. يحلو الحديث، يبذل الفلاحون جهدا يحلو الحديث، اصحوا ان حديثهم يحلو الحديث. هنا جملة ايه؟ فعلية. برافو عليك. نجيب نعتك كمان شبه جملة. يلا يا مازن، شبه جملة يعني نجيب فيه حرف جر مثلا، ظرف. يحكي فيها كل منهم حكاية من واقع حياته. فين هنا النعت يا مازن؟ مازن المايك يا مازن. طب يلا شيرين، يحكي فيها كل منهم حكاية من واقع حياته البسيطة. فين هنا النعت؟ من واقع حياتي. من واقع حياتي. تنعت ايه؟ لا شكرا. شبه جملة. برافو عليك. طيب نقرا القطعة اللي بعديها يا شيرين. مسح مقاطعة 12 حلوها. حلوها كانت واقف. كانت ماشي. واقف، كنت انتهي انا واقف. ماشي. رقم 13. لا مش حلنا. طيب يلا. أيها الطلاب، الحق أحق أن يتبع. هذه حقيقة نطق بها كتاب الله، فهي هداية للناس، هي هداية الناس إذا آمنوا بها وجعلوها منظمة، منظومة حياة يعملون بها. فيا أمتي، عودوا إلى الحق لعل الله يخرجنا من أزمتنا ويحقق لنا غايتنا. طيب أن قولي يتبع، يتبع. يتبع فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتح. برافو عليك. انا خفت تقولي اسم ان، ما ينفعش اسم ان عشان هنا جت فعل، لا لا، قولي عشان هي اسم كانت جمله ناس. اسميه. برافو عليك، لان ان في من ان واخواتها، وفي كمان ان اللي هي بتاعت ايه، بتنصب الفعل. برافو عليك. أن وحتى ولعل، لا ان مش حتى لعل. اللي بتنصب الفعل ولا الحروف. أن وحتى أن اللي هي بتنصب الفعل. أن لا أن لن وكي وحتى ولام التعليل، أدوات النصب خمسة. يلا يا روزي. بها كتاب الله، نطق بها كتاب الله. هو اللي نطق بها ثواني. فاعل. فاعل. برافو عليكي، مرفوع لم ترفعيه الضم. برافو عليكي. حلا، وجعلوها منظومة حياة. أنا جعلوها منظومة إيه بالظبط؟ أنا حددت منظومة إيه؟ حياة. حاجة حددناها يا حالة، قلنا إن يبقى نعربها إيه؟ حالة. المايكي حالة. منظومة حياة، أنا حددت دلوقتي إن هي منظومة معينة، منظومة حياة. يبقى حياة ده هنا يعربها إيه؟ مضاف إليه برافو عليك، مضاف إليه مجرور وعلامة جره كسرة. كسرة. برافو عليك. يلا يا عبد الرحمن. لعل الله يخرجنا من أزمتنا. الله. عبد الرحمن. لا والله. لعل دي من أخوات إنا وأخواتها، يبقى الله إيه؟ لعل ايه اخت ايه؟ انا واخواتها، بيجي بعد بتخش على الجمله الاسميه، يبقى الله هنا كده ايه؟
لا ايه؟ اعتبر لعل ده ان احنا بقول لك ان اهو ان، يبقى الله هنا ايه؟ ايه يا عبد الرحمن؟ لا مش سامعاك. لعل دي من اخوات ان، كني بقول لك ان، ان الله، يبقى الله هنا ايه؟ اسم ايه؟ اسم لعله اسم لعل منصوب وعلامة نصبه الفتح. الفتحة. برافو عليك. طبعا قبل ما اقول اسم لعل بقول ايه، لفظ الجلالة، ما بين قوسين لفظ الجلالة ما ننساش، اهم حاجة. طب ما جه كلمة الله نقول لفظ الجلالة. طيب استخرج يلا. يلا يا نادين، اسمين مبنيين مختلفين. هذه ولا هي في بيت؟ برافو عليكي. هذه والهي دي كده مختلفين، مرة اسم إشارة ومرة اللي بعد حرف جر. ماشي. اسم معربا بعلامة فرعية يا نادين. لا نادين لسه مجاوبة. يلا يا روموندا، اسم معربا بعلامة فرعية. علامة فرعية لسه قايلين اللي هي ايه؟ برافو عليكي. عايزة بقى اسم، خلي بالك مش فعل، عايزة اسم، هتلاقي في آخر سطر. غايتنا، لأن هي مثنى، يبقى علامة فرعية هي الألف. برافو عليكي. يلا يا فاطمة، فعلين مبنيين مختلفين، وحدد علامة البناء. عايزين هنا الفعل، خلي بالك مش اسم، فعل مبني بس علامتين غير بعض. تمام. تبقى نطقة ماشي. نطق. مبني على الفتح، تمام. أو في عودي عودي فين؟ في السطر الكام؟ مبني على حذف النون، فين دي؟ تاني سطر. عودي. ماشي التاني عودي. ماشي، برافو عليك. نعتن جملة وبين محل إعرابه. يا مين مجاوب آخر واحدة؟ فاطمة. ماشي يلا يا شيرين، جيبي لي نعت جملة وبين محل إعرابه. نعت جملة، ها نعم جملة اسمية فعلية. تمام. وجعلوها منظمة حياتي لسه كنت يعملون هقولها، بها. ايه؟ وجعلوها وجعلوها منظمة حياة يعملون بها. فين هنا النعت؟ وجعلوها منظومة. ليه؟ جعلوها هنا فعل عادي ماضي، ماليش دعوة بيه، أنا عايزة النعت. جعلوها منظومة حياة يعملون بها. لازم يكون نعت جملة صح؟ جعلوها منظمة حياة يعملون بها. يعملون برافو، يعملون بها، ده نعت الجملة ايه؟ ايه فعليا؟ فعلية. برافو عليك. طب في محل رفع ولا نصب ولا جر؟ لا في محل رفع. برافو عليك. يلا يا مازن، شيد المصريون حضارة دعموها قوية. اجعل النعت الجملة مفرد، عايزين الجملة دي مش في سؤال قبل، دعميها قوية نبدلها. مش فعل معرب بعلامة فرعية، تمام. اسم معرب بعلامة فرعية يا مازن. فعل نعم فعل معرب بعلامة فرعية. علامة فرعية يعني مرفوع، مثلا فعل مرفوع بالواو، بثبوت النون، بحذف يعملون. النون، يعملون. برافو عليك. كمان عندنا نعت اهو، جملة تانية اهو، نطق بها. هذا حقيقة نطق بها، في نطق بها برضه، هي يعني جملة فعلية في محل رفع، ويعملون بها برضه نعت، جملة كاملة نعت. برافو عليك. طيب يلا يا ريم، شيد المصريون حضارة دعامها قوية. عايزة أبدلها، أقول إيه؟ خليها مفرد. ريم
رماية كريم. طيب يلا يا رودي، تمام يا بس. هنا جملة اسمية دعائمها قوية، عايزة أبدلها أقول إيه؟ هنخلي النعت المفرد يعني. آه ده بقول قوية إيه؟ قوية الدعامة. الدعائم. تمام. طبعا بدلناها، يبقى هنخليها هنعمل مقص، والدعائم دي هنشيل منها ايه ضمير الهاء عشان ما بقتش خالص جملة اسمية. يلا يا حلا، قبلت الرجل الواثق في نفسه. اجعل النعت المفرد جملة. هنا النعت بقى مفرد، عايزاه جملة. الواثق، قبلت الرجل الواثق، الواثق هنا نعت مفرد، عايزاها جملة. قبلت الرجل رجل قبلت رجلا خليها جملة مثلا يثق في فعلية. قول ايه؟ نفسه. قلت ايه؟ ما سمعني؟ قولي تاني معلش يا حلا. قابلت رجلا الواثق عايزاها اخليها فعل، يقول ايه؟ بس اقول ايه؟ بس كبرت رجلا يثق في نفسه. يثق في نفسه، يبقى خليتها فعل، يثق في نفسه. برافو عليك. طيب أسئلة، أسئلة من امتحان المدرسة اللي هي السبع أسئلة دي صغننين، هي دي اللي هتبقى واجب بس علينا. تمام يا شباب، صفحة 191، أسئلة من امتحانات المدارس. ماشي، سبع أسئلة صغيرين أهم، الواجب مش كتير، اعملوا على طول. اه يا لسه شايفة الشات يا ريم، خلاص مش عارف ان انت المايك عندك معلق. نذاكر كويس يا شباب النعت. ماشي.